بونجور، صباح الخير عليكم ومساء الخير عليكم. اليوم جيبي بريباري الحرشه، غادي نصيب الحرشه، ندوزو المقادير وطريقه التحضير. بوغ الحرشه 500 غرام دو سمول فين، 500 غرام نتاع السميده الرقيقه. الحرشه اللي غادي نصيب اليوم سي الحرشه بوغ الرفيسه المهروسه ومدهوسه، يعني اللي كاين اللي يسميها المهروسه كاين اللي يسميها مدهوسه. 300 مليلتر دولو تيان، 300 مليلتر تاع الماء دافئ، 50 غرام و 50 مليلتر نتاع الزيت، زيت المائده، 50 غرام دو لويل و 50 مليلتر دو لويل. يان بو دو سيل، شويه نتاع الملح. هاد الكسره ما نديروش فيها السكر، او مي با دو سوكر، نو مي با دو ليفور. الكسره ما نديروش فيها السكر وما نديروش فيها الخميره. درت السميده، صيرت السميده، الملح، الزيت، جي بي ميلانجي لويل افيك دلا سومول. غادي نبسبس السميده، دولو، خديت المقله، جي بري ان بوال، جي مي شويه نتاع الزبده اي شويه نتاع السميده، ان بو دو بور اي لا سومول. نقرصوها، انا با بزوان دو parce qu'on va les couper. غادي نقطعوها شويه نتاع السميده، اي je vais passer à la cuisson. Et voilà, je vais mettre ma harcha. خلي الحرشه تطيب pendant 12 minutes. On va bien نتقبها بالفرشيطه et je vais les laisser cuire. Et غادي نخليها 7 دقائق sur l'autre côté. Et voilà la harcha pour faire rfisa, mahroussa, madhousa. Bissaha wa raha, et bon appétit, wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette galette, on va les couper en petits morceaux. On va les couper en petits morceaux.